دليل محمد وحيد حمدلي على السلامة أبو وحيد تحية غير كريم جوفر المحلة المحلة بتقول ولاد عجوة المحلة بتقول ولاد عجوة عشان محمد عجوة الجلاس الجلاس بيقولوا ولاد عجوة سينا أيوه الجلاس ولاد عجوة المعلم الكليك عشان كريم جزر بيقولوا عريس الليلة عشان عريس الليلة عشان حسن الجنة وعشان محمود فرحان ويا رب فك الدقيقة باسم مرزوق 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 عشان التوتي طالع طالع المحلة المحلة والرجبي المحلة بتقول سمنون ايوه المحلة بتقول كريم جزر تحية كبيرة للمعلم محمد عجوة ابو اللالا عشان اللالا عجوة نحاس احلى نحاس اخويا احلى نحاس في الدنيا بحيي تحية كبيرة يا ابو عجوة احلى ابو ياسين عشان اللالا عجوة اللالا ابو وليد السولة بيقول اللالا عجوة السوس بيقول اللالا عجوة يا من اللي يعجبوا على خير يركبوا بمزاجي هيجي تاني فرحة اتنين اتنين السيد عجوة قلبي قصده مش كده عامل لي هو مشكلة وعمايل جنناني عمايله مجنناني يا من اللي سقفوا شاهدين عليا ده ماسكنا انا من ايدي اللي بتوجعني هو بيان عشان بحبه واسمعني خد هنا من راسي شوف لنا حد غيره وهو اصله تعبني يجيب ويسيبني لما اسيبه هيعمل ايه يعمل اللي يعجبه من ضعفي انا قلبي خدامة تجرحني بكلامة وانا هرضى واتحام رديت انا ناري والاه في مشواري شوف قد ايه شاري مجروح وبتزال بتزور سيدنا النبي اللي سمعنا سقفه وانت قاعد مكانك علق لنا نعوز دايما تنوّر دايما تسمع كلام بيوجعني يا حبيبي ليه تيجي العذاب ليه ده الجرح نار يا واخد رجاله فين السقف حبيبك النبي اللي ترفع ايدك فوق حبيبي حبيبي يا حبيبي اهلا حبيبي حبيبي لجرح احلانا حبيبي حبيبي يا حبيبي اهلا حبيبي
اخويا احمد فراس روح يا سيدي.